اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الكيكه بالكريمه، هي غير كيكه عاديه ماشي جينواز. بغيت نشاركها معكم. بالنسبه للمقادير: 3 البيضات، دقيق حسب الخليط، 3 الخميرات، ودانون واحد الفاني، هذا هو اللي، والزيت، الزيت تقريبا واحد الكاس. المهم هذا الكاس انا اللي عبرت به، راه قد قد هذا. المهم كاس العنبه اللي عندكم، كاس العنبه ما تعمروهش كامل. غادي ندير البيض هو الاول، كتجي زوينه وسهله. المهم 3 ديال البيضات، غادي نزيد عليهم السنيده، كاس قد هذا، راه قلت لكم قل من ديال العنبه شويه. غادي نطربهم مزيان بلا باطور، غير بعد الكول. وغادي نزيد الزيت، سهلة في ساعة كتجي. بغيت نديرها ان شاء الله بنسمة ديال الكراميل، راه ما درت لا فانيا لا والو، غندير الكراميل اللي كنت ديجا حطيت لكم. غادي ندير الرابط ديالو تحت من الفيديو، درت الزيت تقدروا ديروها في اي مول بغيتو. انا غادي نديرها في واحد المول على شكل ديال قلب، ندير دانون واحد. دهنت المول غير بالزيت مزيان، ما درت ليه لا زبده لا والو. وغادي نبدا نزيد في الطحين على حسب الخليط اللي غيكفيني. حتى جوج معالق، غندير جوج معالق، أنا غادي نزينو بالكراميل نتوما باش ما بغيتوش تزينوها، ماشي مشكل. دابا درت ربعة المعالق، هادو ستة، جوج نصف المعالق، تقريبا شي 7 ديال المعالق اللي درت. صافي تبارك عليها. كيفاش كتحكم؟ ندير الخميرات ونبقى كنخلطهم مع الطحين. دابا غادي نديرهم نيشان، نسيت ما خلطهمش في الاول. صافي غادي نخلط غير بشويه، هادو مقادير الكيك حسب الطبيعه ان شاء الله. وندوزو الكريمه، نسيت ندير فيها الكراميل اللي كنت ديجا حضرت، راه جبدتو.
من الثلاجه حتى ولا بحراره الغرفه، ولا غادي نزينها به حتى هو من الفوق. تقريبا واحد المعلقه كبيره صافي، وغادي نديرها في المول. غير الطيف تلقى ان شاء الله مع التزيين ديالها. خذات واحد 25 دقيقه، راه كتجي فتيه كيفما كتلاحظوا، كتجي فتيه بزاف وهشيشه. درت هنايا 4 المعالق ديال السكر مع الماء ومع معلقه ديال الكراميل، تقدروا ما ديروش. غادي نسقيها به وغادي نخليها حتى تبرد، عاد غادي ندير لها الكريمه. كريمه طلعتها عادي، غير ربع، درت انا غير مقياس صغير، درت غير ربع كاس ديال الحليب مع 3 المعالق ديال الكريم شونتي، وطلعتها هي اللي غادي نزوقها، حيت ما غادي نقسمها ما وين بحال ما هكا. غادي نسقيها كلهم خليها تبرد، عاد ندير لها الكريم. سمحوا لي، كنت كنصحاب الكاميرا خدامه حتى لقيت انا خدامات. المهم انا الكريمه راه غير كريم شونتي عادي، درت معها غير شويه، حدرت غير كميه قليله، وما كيعجبنيش الكريمه بزاف، كثرت قللت. وهنايا عندي الكاوكاو حمرته، غنزين به جناب، وانتم تزينوا باش ما بغيتش. ما درتش لا انا الكريمه بزاف، نتوما كيبقى لكم الاختيار. نديرهم من الجناب، نتوما ديروا اللي بغيتو، لوز افيدي ولا هذاك الشكلاط ديال الفيرميسيل ولا اللي بغيتو. كنعمروا الجناب مزيان، وتزين من الفوق على حسب الرغبه، لا باش ديروا ليها يعني كيوي ولا اي فاكهه عندكم. هو الشكل ديالها النهائي، نتمنى ان شاء الله تعجبكم، كتجي زوينه وراقيه. المهم درت لها المورانغ، راه دابا نحط لكم الرابط، راه ديجا حضرته، ودرت لها هذوك الفينيدات وشفت الكراميل حتى هو راه ديجا حضرته معكم، دابا نحط لكم الرابط. الى عجبتكم الحلقه ديروا لي جيم، اشتركوا معايا بالقناه وبارطاجيو لا فيديو. سمحوا لي بزاف على الفيديوهات ديالي ديما كيكون فيهم الطاجيج، ما عندي وليداتي مازال صغارين وكيتعاندوا. شكرا بزاف، والسلام عليكم، في امان الله.